Hello and welcome to today's class. اهلا ومرحبا بكم في حصه اليوم. اليوم زي العاده حنشوف الهوم ورك اللي قلناه المره اللي فاتت وبعدها حنشوفوا حصه اليوم. اوكي في الهوم ورك بتاع المره اللي فاتت احنا كملنا اخر مره 1B اللي كنا ندوا فيه على countries nationalities وبعدها خشينا في his or her name اللي هم ضمائر الملكيه. فاخذنا هوم ورك grammar page 141 صفحة 141. نتمنى انك خشيتوا ارقام تعلمتوا كيف تهجم يعني ارقام من at least 1 to 100 من 101 ل 100 باش على الاقل تساعدكم انكم تقدروا تستعملوا الانجليزية في العدال، لان هذا شيء واحد من الاشياء اللي تعطيكم تمرين انكم تعودوا على النطق بتاع اللغة. اوكي فهذا الهومورك بتاع المرة اللي فاتت. Okay, complete the sentences with a possessive adjective. Possessive adjective زي ما قلنا المرة فاتت اللي هو ضمير الملكية، أي حاجة تكون تاع ملكية اللي هو possessive adjective. يعني my, his, her, متاعي, متاعها, متاعها. فهذو كلهم ضمائر ملكية. فهنا عندنا my name is Stefan. اسمي Stefan. فهنشوف number one. Angela, please turn off mobile phone. Angela اسم بنت. فهنا يكلم فيها قال طفي تليفونك please turn off mobile phone. فهنا your mobile phone اللي هو تليفونك. طبعا هي في هلبة الأجوبة تمشي هنا يعني طفي تليفونك أو مثلا أنجلا عندها صديقتها معها please turn off her phone. فهي طفي تليفونها لأن هي صديقتك أو هي جنبك أو هي ما ذلك فطفي تليفونها. ففي أجوبة هلبة لكن الأجوبة الأكثر منطقي هو أنك أنت طفي تليفونك. The students are from Italy. Names are Susanna and Tito. So students, two people. Two, they. كلمة مخصوصة أشخاص نقوله they. لكن هنا names معناها أسماءهم. فأسماء تاع الملكية مع they. Their names are Susanna and Tito. Okay? أسماءهم سوزانا وتيتو. London is famous for red buses. لندن هنا جماد. طبعا في العربية زي ما قلنا ما عندناش الات اللي هي جماد لكن في الإنجليزية في جماد في هي وهو وشيء جماد. فهنا لندن ات فضمير الملكية بتاع لندن شنو هو اتس. طبعا اتس تختلف هذه قلناها تقريبا قلتها المرة فاتت. عندنا ات از اللي هي اتس اختصار بتاعها لكن هي معناها ات از. في واحدة تانية اتس it's هذه ملكية possessive ما هيش it is هذه تاع ملكية. ففي فرق بيناتهم طبعا تميزوا الفرق بالسياق متاع الجملة. كل جملة لها السياق متاعها وتقدر تميز عن طريقة هل هي ضمير ملكية أو مش ملكية. okay فهنا London is famous for its red buses. She's French but mother is English. She's French. She, woman, lady, ma, أو أنت. She's French, but her mother, أمها. Her mother. ضمير ملكية. طبعا لو كان قال he's French, بنقوله his mother. هو الفرنساوي. لكن أمها من أمها إنجليزية. فهذا رجلنا her. We're in class 3. Sorry. We're in class 3. Teachers Bob. Okay, yeah. We're in class 3. Our teacher is Bob. طبعا سبب استعملنا هنا we're in class 3 سبب استعملنا our teacher إن هو أستاذنا. أستاذنا اسمه Bob. فاحنا في فصل 3 وأستاذنا اسمه Bob. Here 6. Name is Ian. He's from Scotland. And his name is Ian. He's from Scotland. إنه هنا he هذا من ملكية متاع الهي شنو هو his. I'm Mike. Family are from Dublin. Look, I'm Mike. عائلتي من دبلن. فمعنى شنو من ملكية متاع I. My name or my family are from Dublin. Okay. فهاي تمام. شوف اللي بعدها. Write the questions. You, how, are. فهنا نكتبوا الأسئلة اللي بنرتبوا هذه الجمل أو الكلمات باش نركبوا أسئلة. أوكي okay. فنتمنى أنك تكتبوها كهومورك
فهذه هتكون مراجعه سريعه لانها بسيط يعني. فحنكتب الاسئله يعني حنقول لكم الاجابه وحنكتب الاسئله على طول، او هخليكم الكتابه لكم انتم يعني نعطيكم النطق بتاعهم وانتم تكتبوهم. فهنا you how are how are you his what's name what's his name German mother is her mother German where are your parents from where are your parents from is your surname Zablowski surname اللي هو اللقب surname أنا first name اللي هو اسمك العادي والsurname اللي هو اللقب spell do oh sorry how do you spell your name how do you spell your name كيف تهجأ اسمك how do you spell your name تقول A N A S مثلا اسمي أنا أمس how do you spell your name A N A S okay تمام أتمنى أنك أنتوا دوتوا الهومورك أو الواجب صح لو دوتوا صح مية تمام لو دوتوا أي حاجة غلط تيجي تصلحوها من الإجابات اللي عندنا اليوم okay فخلي نخش في درس اليوم okay درس اليوم حيكون حاجة مراجعة ننصح انك تديروا هذه بروحكم اللي هو What do you remember اللي هي لو عندكم الكتاب تقدروا تشوفوهم 14 و 15 اللي هي عبارة عن مراجعة لكل شيء درناه لحتى هو اللي هو Unit 1 لو اي حد يبي الصفحات تقدر يرسلني على الخاص انا بطلع الصفحات على طول وتقدر تحلوهم وبعدين انت بعتهمني او تسألوني على اي حاجة مثلا مش متأكدين منها او سألوني أن أعطيكم إجابات كاملة ما فيش أي مشكلة لأن الإجابات منها موجودات فننصحكم تديروهم بروحكم لأن ما فيش داعي أن كنتوا أو نضيع وقت فيهم توا حاليا لأن عندنا مثلا هل بحاجات نقولوا نشوفهم يعني أوكي فخلينا نشوف درس اليوم كابتشينو and chips vocabulary verb phrases هنا what do you think شرايك what do you think he always معناها شرايك فخلينا نحطها واحدة من كلمات اليوم أو جمل اليوم What do you think? شو رأيك أو ما رأيك؟ ما رأيك في شيء معين؟ مثلاً What do you think of BMW؟ فإذا بتتكلم عن حاجة معينة تقول شو رأيك في تقول What do you think of؟ لي of لكن ما كنت حنقول عادة What do you think of؟ اللي هي of what do you think of ف what do you think of BMW هتبين مثال فهتيجي تستعملها بشكل هذا okay لكن هنا شو رأيك what do you think complete the number example يجي طبعا example اللي معناها 60% اللي هي 60% listen and check طبعا هذه فيها listening فنقدروا نفوتوها نمشوا الشيء اللي بعدها لكن بصفة عامة هو بيعطيك مجموعة حاجات يعني what percent of British people شنو نسبة من الناس البريطانية اللي هم read a newspaper every day read a newspaper يقروا في صحيفة smoke يدخنوا watch TV every night go to the cinema every weekend يمشوا للسينما كل عطلة أسبوع have a pet اللي هو حيوان أليف live in a house with a garden يعيشوا في حوش في جردينة طبعا ما فيش تعمل فيها الوقت لأن هي listening بس فهي عبارة عن انك انت تسمع وتشوف إجابتك هل هي صح هل هي خطأ لكن في الأول انك انت بتعطي الجس متاعك الجس زي ما تعلمنا قبل هي تخمن شو نسبة الناس اللي يدير كل شيء معين هنا فزي ما قلت هي listening فلازم تأكد إجابة متاعك بعد ما نكمله وتأكد منهم باللistening فاحنا حنمشي طول للكلمات اللي عندنا في الدرس اليوم vocabulary bank اللي هو verb phrases فحنشوفه page 143 Okay. Verb phrases. Okay. Match the verbs with pictures. هنا عندنا verbs اللي هم أفعال حاجة تقدر نديرهم فعل. هنا عندنا صور pictures. طبعا كل فعل عادة مع شيء يمشي معه. فخلينا نشوفه هنا حنعطيك سبيل مثال. عندنا cook اللي كنت طيب. Do, dear, drink, اشرب, drive, تسوق, eat, cool, go, اذهب, have, يكون عندك شيء لكن هنا معاني مختلفة حنشوفهم توا, like, انه شيء يعجبك, listen, اسمع, live, تعيش مثلا عيش مكان معين, I live in Tripoli مثلا, انا عيش في طرابلس,
play العب read اقرأ smoke دخن speak تكلم study ادرس watch تفرج wear ارتدي work اعمل او اشتغل. اوكي فكل فعل من هادو بنحطوهم مع واحدة من الصور هذا. اوكي فخلينا نشوفوا عندنا مجموعة افعال اوريدي مدايرينهم فيقدروا نحطوهم على الصورة مش ما نتلخبطوش بيناتهم. فلو عندنا go to the cinema اوكي هذه out go to the cinema امشي للسينما. اوكي like animals nice like animals انك تحب الحيوانات فهير she likes animals or I like animals انك تحب الحيوانات. One live in a flat. Okay, live in a flat or in a house. Here, this is a flat. Flat. Or in a house, big house. اللي كده تعيش في شقة أو حوش. Read. Read a newspaper. Read a newspaper. Read a newspaper. Smoke. Smoke. A cigarette. Smoke a cigarette. Okay? Watch. Watch. Television. Television. فجأة تلفزيون. Okay? فخلي نشوف باقي الأفعال. Cook. Let's see the rest of the verbs. Cook. In an office? No. Children? No. Economics? No. German, no. A VW, no. To the radio, no. The guitar, no. Exercise, no. Tennis, no. Sandwich, cook a sandwich, no. Sandwich, make a sandwich, so no. Cook coffee, no. Make coffee. Cook fast food, no. Cook dinner, so 19. Cook dinner. Do in an office? No. Do children? No. Economics? No. German? No. VW? No. To the radio? No. To the guitar? No. Do exercise. Okay. تمام. طبعا من عندكم فكرة على التمرين كيف. نتمنى الصورة تكون واضحة. خلينا نشوف بعد شوي. بعدها بتشوف الصفحة كاملة. اوكي صفحة كاملة. طبعا نطلب منكم انك انتوا تديروا باوز الفيديو الصورة واضحة قدامكم. جاوبوا كل شيء تحاولوا انك انتوا تحطوا كل فعل مع صورة. خذوا دقيقتين او ثلاث دقايق حاولوا تحطوا كل فعل مع صورة. بعدها ديروا بلاي الفيديو تاني حنجاوبوهم طول مع بعض يعني ما قعدش نمشي بالوحدة. امشوا كل واحدة بروحكم وتعرف على خليكم عندكم فكرة شن فيه وشن ما فيش. بعدها لما ديروا play الفيديو حنجاوبهم كلهم مع بعض. okay فديروا pause الفيديو now. okay great if you play the video let's go together. Do housework. Do exercise and do housework or homework. Drink. Drink coffee. Drink coffee. 17. Drive a VW. A Volkswagen. Volkswagen. Drive a VW. Eat fast food. Eat fast food. Okay. Eat fast food. 18. اوكي بنعاودهم تاني مش متاكد ان الكاميرا تخبش كانت مغبشه او لا. cook dinner do exercise and do housework or homework drink coffee drive a VW eat fast food go to the cinema have children children have a sandwich for lunch. طبعا have a sandwich or eat a sandwich هو صح لكن هنا من eat استعملناها لي eat fast food فنستعملوا have لل lunch. عادة lunch و breakfast و dinner نقولوا have أحسن من eat.
اوكي 8 like animals listen to the radio live in a flat play the guitar play play in an office no play the radio no play glasses no play tennis play the guitar play tennis read the newspaper smoke a cigarette speak German I'm a German Almani speak يتكلم Almani speak German study economics اقتصاد economics اقتصاد study economics watch TV television wear glasses wear glasses wear glasses work in an office okay ننصحكم ان كنتم مثلا تغطوا هادو حتى قدامكم الشاشة يعني أتوا مغطي قدامهم ديروا play الفيديو أو ديروا pause الفيديو وتشوفوا كل واحدة شنو الفعل اللي يمشي معها تحاولوا تحفظوهم لأن هذه حاجات يعني يعتبر standard يعني ما تغيرش في جميع المحادثات نقولوا فيها نفس الشيء مثلا speak German speak French speak Chinese تكلم ألماني تكلم فرنساوي تكلم صيني فكلها الأفعال هذه حتمشي في أي شيء تاني نديروا فيه فنصحكم تديروا pause الفيديو وتحاولوا تحفظوا الأفعال هادو ومع الوقت حتعودوا عليها يعني مع الوقت حتعودوا بتسمعوا الشيء حتعرفوا الفعل اللي مش معه على طول من غير ما تفكروا فيه أوكي فتوا خلينا نشوف الجرامر present simple positive and negative اللي هو إجاب ونفي answer the questions look at the highlighted verbs why do the verbs in the paragraph 4 end in s طبعا remember highlighted remember فكروا highlighted معناها شيء مضلل look at the highlighted verbs شوف الأفعال المضللة why do the verbs in paragraph 4 end in s طبعا احنا المفروض ذكرنا هذا لكن حياخد منا هلبا وقت ف يعني حنشوف حنركز على الجرامر والفوكاب اكثر شيء باش ما نضيعش فيهم هلبا وقت باش ما نكونش ممل يعني الدرس اوكي فعندنا بعض الافعال تنتهي ب s فخلينا نشوف بعض الافعال اللي هنا اللي في الparagraph 4 خلينا نقرب الكاميرا شوي اوكي جود اوكي ماريلا فروم برازيل works as an au pair in Cambridge. Au pair اللي هم تقريبا الناس اللي تهتم بالعائلات لما تمشي مثلا تسافر ويخلوها مع صغار او شيء. فاحنا هنشوف بالضبط شو معناها au pair. I think my British family is typical. لما تفكرنا لما قلت لك what do you think? What do you think? شو رايك؟ هنا I think نعتقد نعتقد شيء معين. I think my British family is typical. نعتقد أن عائلتي البريطانية تقليدية. The woman doesn't cook. المرأة ما تطيبش. She just puts a pizza in the microwave. She just puts a pizza in the microwave. Okay? But she watches cooking programs on TV every day. But she watches cooking programs on TV every day. تتفرج على برامج تطيب على التلفزيون كل يوم. The man cooks at the weekend. The man cooks at the weekend. Weekend يعني لو تقعد أسبوع. He makes fantastic Indian curries. He makes fantastic Indian curries. Indian curries اللي هي أو curry اللي هي الأكلة الهندية مشهورة. Their child has a terrible diet. Terrible هي شيء سيء جدا diet هو حمية ف their child has a terrible diet طفلهم أو ولدهم عنده حمية أو نظام صحي سيء جدا she eats fish fingers and chips and she goes to Burger King every week she eats fish fingers هو أصابع الحوت أو هي زي يعني نوع من السمك اللي يأكلوا فيه فهي تأكل نوع هذا من السمك and chips ومعه chips. Chips يعني أي حاجة مثلا زي البطاطا
and she goes to Burger King every week. تمشي لبرجر كينج، هو مش مطعم مشهور زي ماكدونالد عندهم، عندهم حتى برجر كينج. اوكي، فخلينا نشوفوا الافعال اللي فيهم اس. خلينا نديرها بالتدليل. puts, goes and eats. oh, and watches, makes. اوكي شفت هذا. اوكي، صار الافعال هادو ينتهوا باس. خلينا نشوف علاش. Okay. Why? Look at the highlighted verbs. Why do the verbs in paragraphs 4 end in S? So when we said, نتكلم على شيء. I like. I think. فهنا I think. I like. I play. زي ما تعلمناهم بكري في الصور. طبعا هذه لما تتكلم عن نفسك تقول I like football. I watch TV. I نحب الكرة. I نتفرج تلفزيون. فهنا تقولهم الأفعال زي ما هم. لكن خلينا نشوف هنا. So I like. نقول I watch TV مثلاً، أو نأخذ حاجة مثلاً عادية. I make. أوكي. Okay. I make dinner. أنا مثلاً طيب في العشاء. I make dinner. بعد شوي. أوكي تمام. I make dinner. فهذه معناها أنا طيب في العشاء. فلين نقوله you make dinner، حتى نفس الشيء الفعل هيقعد نفسه. لكن لو قلنا she، هنا she والهي والات كلهم بعضهم، نقوله she makes dinner. she makes dinner. فالفعل يتغير لما نقوله على هي والشي والات. فعندنا she makes dinner، الهي نفس الشيء he makes dinner، هو طيب في العشاء. طبعا الافعال كلها تغير زي ما شفنا هنا. she put, just puts the pizza in the microwave. she watches cooking shows. the man cooks. the man طبعا he، بنفس الشيء the man he. the man cooks. she eats. the child it. it e it has. and she goes. فبعض الافعال او معظم الافعال تتغير مع الهي والشي والات. باقي الافعال اللي هي باقي الضمائر اللي هي i will you will they تقعد زي ما هي. اوكي، فهذه القاعدة الأساسية. ف I make dinner. she makes dinner. he makes dinner. it makes or it eats في الحالة هذه تاكل يعني. it eats لو كنا نتكلم عن قطوسة أو كلب أو أي شيء. it eats dinner مثلا تاكل في العشاء. أو it eats fish تاكل في حوت أو ياكل في حوت، شيء جماد يعني أو شيء يعني غير مش ذكر ومش أنثى، لكن عاد يكون يعني مثلاً بيبي أو قطوس أو كلب أو أي شيء مثل هذا، فنقول عليه it. فا it eats fish. طبعاً they والhey والwe والyou مثلاً you. you eat. نقولش you eat. you eat fish. فالتغيير الوحيد يصير مع الhe والshe والit. نقوله it eats. he eats. وما إلى ذلك. okay. فخلينا نشوف الأفعال اللي عندنا هنا. cook cooks. تلاس go goes نسأ es. طبعا بعض الأفعال تختلف مش نزدلها في الأخير. إذا كان صحكم في list في الأخير أو لائحة في الأخير مع الهومورك حل تساعدكم تعرفوا شنو الأفعال كيف تغير. have has make makes watch watches. okay. طبعا هذا في الإيجاب، لكن لما نجي للنفي طبعا I make dinner أنا طيب العشاء. النفي نجي نقوله I don't make dinner. أوكي؟ طبعا نفس الشيء تجي you بتقول you don't eat fish. فهنا بتضيف don't. خلينا نديروا النفي هنا. أوكي، so I don't make dinner. نفس الشيء you don't make dinner. بيقول هنا he doesn't. تختلف اللي هي والشي والات. doesn't طبعا هنا لما نجيبه doesn't في النفي نقوله doesn't make. doesn't make dinner. okay. she doesn't make dinner.
it, what do you think? شو رأيك؟ It doesn't make it any. نفس الشيء. Make dinner. Okay. طبعا في الإجابة نقوله I make dinner, she makes dinner, he makes dinner. لكن في الإفي نقوله you don't, he doesn't, she doesn't, and it doesn't. Okay. تمام. خلينا نشوفوا الهومورك اللي عندكم اليوم ونعطيكم حتى الليست وريكم كانها وين باش على الأقل يكون عندكم فكرة عشان تقدروا تستعملوها باش تحلوا الهومورك صح. اوكي هذا الهومورك اللي هو على الصفحة هذه هذا اللي عليه صار يساعدكم ان كنتوا تلقوا معظم الأفعال الصحيحة اللي كنتوا باش تقدروا تجاوبوا. فهنا عندكم الأفعال بعض الأفعال تنتهي بالاس طبعا هذه spelling rules هي قاعدة انك انت كيف تكتب الأفعال spelling rules ف I work play live he works plays lives I watch finish go do she watches finishes goes does I study she studies. فهذو هنا الأفعال الشكل نتاعهم الصحيح. ففي بعض الأفعال نضيفوا لها اس في بعض الأفعال نضيفوا لها اي اس في بعض الأفعال نضيفوا لها اي اي اس. اوكي فهذا الهومورك نتاعكم خليني اوضح الصوره نتاعها هيك. اوكي واضح جدا. change the sentences طبعا هنا عندكم اجابات بالايجاب فهنا بتضيفون خيرون اوكي الاجابات هي I will you will they او بالشي وانتم بتغيروا الضمير نتاعهم هنا. اوكي بالنسبه للسؤال هذا complete the sentences with positive or negative verb. اوكي يعني كيف بتديروا بالافعال ايجاب او بالنفي. اوكي فنتمنى لكم حد سعيد بالهومورك هذا ما اعتقدش difficult فخذوا وقتكم فيه ولو عندكم اي سؤال تقدروا تراسلوني على الخاص او تكتبوا تعليقات بلوطة ما تنسوش تتابعوني على اليوتيوب والفيسبوك لو انتم من الفيسبوك او من اليوتيوب فنحط فيديوهات على الزوز طبعا الفيديوهات اوضح على اليوتيوب لان غادي تكون فول اتش دي فننصحكم تفرجوا عليها في اليوتيوب احسن لان الصورة حتكون اوضح بهلبة. شكرا لمشاهدتكم اتمنى تعلموا شيء جديد اليوم ونشوفكم مرة جاية learn all the basics with Anas see you next time.